FM. الكلمة ليك. في المغيلة راهو كي تقتل في كامل الزينة نتاعو الراجل محاجم ما ادري شنو فهمت وراهو رئيس الجناح الاعلامي نتاع شو اسمه جند الخلافة ولا شنو اذا كان هو رئيس جناح اعلامي معناتها عنده لازم يكون عنده وسائل اتصال فهمت ما نعرفش انا كيما تليفون خاطر يعمل في ديسا ومازال كيبعث واحد فيديو راهو على طريقه العيش نتاعو في المغيله السيد هذا اللي عامل انا داري بعيد على التليكوم كيلومتر والكونيكسيون ديما ضعيفه يا اخي في الشعبي ولا المغيله عنده كونيكسيون غادي السؤال السيد هذا وين يعيش وشكون يحمي فيه فهمت وكيفاش يعيش معناتها احنا كي نقولوا توتال لوبي ورا الارهاب صناعه رانا شنو نقولوا مش نحكيوا في حكايه تكيكة فهمت احنا وقت اللي خرجنا نقول راه كمال قذقذي في 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 اريانا وجميع مصالح الامن والقضاء ودرا شنو دور احنا خدت الانفورماسيون جاتنا المعلومه اللي انا جابت عبيد قالت له كمال قذقذي وانا خرجت قلت راه قذقذي دور بعد جمعه قتلوه ولا في دار تشد ولا معناتها عاش قلت لك راه الارهاب مش معناتها مش مصدفة فهمتني هذه صناعة اندستري شكون يصنع فيه شكون اللي قاعد يعمل برشا أضلع أنا توكي نقول لك العاصمة ولا تمول في الإرهاب تقول لي أنت كيفاش الإرهاب ولا يتمول من الحياة الراقية في تونس من المقاهي الموجودة من تبييض الأموال ناس عملت قهاوي ناس عملت مهربين عملت رستورانات مهربين عملوا وتلة في قلب العاصمة توا فهمتني إذا كان هذايا توا الإرهاب يتمول من التهريب فهمتني الضلع الكبير فيه هما ثلاثة أضلع ولا أربعة من الضلع الكبير هو هنا احنا طولنا تبييض الأموال نشوفها في قلب العاصمة. الكلمة ليك.